جبريل ليلا جاءه في البيت شق صدره ملا الفؤاد حكمة وذاك ما أضره ثم النبي قد سرى من مكة أم القرى للمسجد الأقصى الذي بالأنبياء تنورا صلى إمام المرسلين بالأنبياء أجمعين وذاك تعظيم له من فضل رب العالمين يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله.